السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في كروشيه جنى. النهارده هنعمل مع بعض شنطه بناتي حلوه قوي. الشنطه ديت بروبزه جديده، هنمشي خطوه بخطوه وان شاء الله تعجبك. الخيوط المستخدمه انا هستخدم فيها مكرميه، الخيط ده بيجي بالكيلو. الشنطه هتاخد منك بالظبط 250 جرام، يعني تقريبا 10 جنيه في الشنطه. وهستخدم كمان معاها ابره رقم 3.5. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ يا ريت تدعمينا بلايك وشير، ولو جديدة معانا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. نبدأ بسم الله. اول حاجة هعملها عقدة البداية، بعد كده 1 2 3 4 5 6 7، وهكملهم 33 سلسلة. هشتغل 33 سلسلة ونرجع تاني. أنا كده كملتهم 33 سلسلة. بعد كده برتفع سلسلة واحدة، بضيق السلسلة على ظهرها، شايفة الحلقة اللي بظهر السلسلة دي؟ هي دي اللي هنشتغل فيها. بدخل كده في الحلقة وهسحب الخيط، ودي أول غبزة حشو. الحلقة اللي بعدها بسحب الخيط، الغبزة التانية، يبقى أنا بشتغل في ظهر السلسلة. الغبزة التالتة، الرابعة، وهكمل لنهاية الدور. يبقى الدور الأول كله عبارة عن غبز الحشو، هيبقى عندي في نهاية الدور 33 غبزة حشو. ونرجع تاني. أنا كده وصلت لنهاية الدور، أصبح عندي 33 غبزة حشو. بعد كده برتفع سلسلة واحدة وبلف الشغل، وفي أول غبزة حشو باخد غبزة حشو، التانية، التالتة، الرابعة. يبقى أنا بشتغل في كل غبزة حشو غبزة حشو، هوصل لنهاية الدور ونرجع تاني. أنا كده وصلت لنهاية الدور التاني، هرتفع سلسلة واحدة، هلف الشغل، أول غبزة حشو هشتغل فيها غبزة حشو، بعد كده التانية والتالتة. يبقى أنا بشتغل في كل غبزة غبزة حشو. احنا كده شغالين في الدور التالت، في نهايته برضو هنرتفع سلسلة واحدة ونلف الشغل ونبدأ الدور الرابع بنفس النمط. هنشتغل بنفس النمط ده لحد ما نخلص الدور الستاشر. احنا كده بادئين في الدور التالت، هنخلص الدور الستاشر، كل دور فيه 33 غبزة حشو، ونرجع تاني. انا كده ارتفعت 16 دور بالادوار. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف في الشغل، واول غبزة هاخدها حشو، وده الدور ال17. بعد كده شايفة احنا شغالين في الغبزة ديت بتاعت الحشو، هنا في الغبزة اللي تحتها على طول هننزل في الغبزة اللي تحتها بالشكل ده، وناخد حشو مطولة بالشكل ده، ومش هشتغل في الغبزة التانية. يبقى الغبزة الأولى أخدتها حشو، والغبزة اللي تحتها أخدتها حشو، وهفوت غبزة واروح اللي بعدها أخد حشو عادية. دي مش هشتغل فيها، الغبزة بابا مش هشتغل فيها. هنزل للغبزة، أنا شغالة هنا اشتغلت في الغبزة التالتة حشو، هنزل في اللي تحتها دي بالشكل ده، واسحب الخيط وياخد حشو بالشكل ده. مش هشتغل في الغبزة دي، خلاص هفوتها، اروح اللي بعدها اشتغل حشو. انا اشتغلت في الغبزة دي، هشتغل في اللي تحتها على طول، هياخد حشو.
الجبزة دي مش هشتغل عليها، الجبزة اللي بعدها هشتغلها حشو. اشتغلت في الجبزة دي، يبقى اللي تحتها هاخد حشو مطولة. الجبزة دي مش هشتغل عليها، الجبزة اللي بعدها هاخدها حشو. اشتغلت هنا حشو، يبقى اللي تحتها هاخد الحشو المطولة بالشكل ده، وهفوت الجبزة دي، هروح اللي بعدها هشتغل حشو. انا اشتغلت في الجبزة دي، يبقى الجبزة اللي تحتها على طول اللي هي دي هشتغل فيها حشو مطولة. بالشكل ده تطلع عندي الجبزة بالشكل ده. بفوت الجبزة دي، بروح اللي بعدها بشتغل حشو. اشتغلت الجبزة دي، يبقى اللي تحتها هاخد الحشو المطولة، وهمشي بنفس النمط كده لنهاية الدور ال17. هوصل لنهاية الدور ال17 ونرجع تاني. انا كده وصلت لنهاية الدور. اخر جبزة كانت جبزة حشو عادية زي ما ابتدينا الدور بالظبط. بعد كده سلسلة واحدة وهلف الشغل. اول جبزة هاخدها حشو، بعد كده اشتغلت في اول جبزة، الجبزة اللي تحتها هدخل بالشكل ده واخدها حشو بس مطولة شوية بالشكل ده. بفوت الجبزة اللي عليها الدور، اروح اللي بعدها اخدها حشو عادية. اخدت ديت حشو عادية، الجبزة اللي تحتها باخدها حشو مطولة بالشكل ده. هفوت الجبزة اللي عليها الدور، اروح اللي بعدها اشتغلها حشو. اشتغلت ديت حشو، يبقى اللي تحتها على طول هاخد منها الحشو الطويلة. هفوت الجبزة اللي عليها الدور، اروح اللي بعدها اخدها حشو. اشتغلت دي حشو، يبقى اللي تحتها على طول هاخد منها الحشو المطولة. بالشكل ده هفوت الجبزة اللي عليها الدور، اروح اللي بعدها اخدها حشو. الجبزة اللي تحتها هاخد منها الحشو الطويل. يبقى احنا ماشيين، شايفين هتبدأ ترسم الرسمة دي اللي احنا عايزينها. يبقى ماشيين بالنمط ده لحد نهاية الدور وهنرجع تاني. كده وصلت لنهاية الدور التاني، هنسمي ده الدور التاني. من اول ما بدأنا نعمل الغبزة بتاعت الحشو المطولة، كده وصلت لنهاية الدور. هرتفع سلسلة واحدة وهلف في الشغل، وده وش الشغل معانا، ده وش الشغل. بدأت الغبزة تبان مختلفة عن الحشو العادية. بعد كده في أول جبزة على طول باخد حشو، أنا اشتغلت حشو عادية هنا، يبقى الجبزة اللي تحتها هنا على طول ديت اللي هشتغل فيها الحشو المطولة. بدخل بالإبرة بالشكل ده وبسحب الخيط وبطول الحلقة بالشكل ده، وبعدين باخد الحشو. بعد كده بفوت الجبزة اللي عليها الدور، بروح الجبزة اللي بعدها اخد حشو عادية بالشكل ده. انا اشتغلت في ديت حشو عادية، يبقى الجبزة اللي تحتها ديت هي ديت اللي هشتغل فيها
غبزة الحشو المطولة، ادخل بالشكل ده واسحب الخيط واخرج بالحشو الطويلة. هفوت الغبزة اللي عليها الدور، اروح اللي بعدها اخد حشو عادية. اشتغلت في دية حشو عادية، يبقى اللي تحتها على طول هي دي اللي هاخد الحشو المطولة فيها. بفوت الغبزة اللي عليها الدور، بروح الغبزة اللي بعدها باخد حشو عادية. اشتغلت هنا حشو عادية، يبقى اللي تحتها على طول دي هي دي اللي هاخد فيها الحشو المطولة. بفوت غبزة حشو، بروح اللي بعدها باخد حشو عادية. اشتغلت هنا حشو عادية، يبقى اللي تحتها على طول دي هي اللي هشتغل فيها حشو مطولة. هفوت غبزة حشو، اروح اللي بعدها اخد حشو عادية. يبقى ده النمط اللي هنمشي بيه طول ما احنا شغالين في الدور بالشكل ده. هيبقى شكل وش الشغل بالشكل ده. هنشتغل بنفس النمط ده ونرتفع عدد من الأدوار ونرجع تاني. أنا كده خلصت الجزئية ديت اللي هي وش وظهر الشنطة، اللي هي ديت بالجبزة اللي احنا قلنا جبزة حشو عادية وجبزة حشو مطولة. طيب اشتغلت كام دور في الجزئية ديت؟ من أول هنا لحد هنا اشتغلت 36 دور. طبعا ده كمان بيتوقف على الخيط بتاعك انت، بقى تعرفي انه مظبوط ازاي بالمقاس 24 سنتيمتر. يبقى الجزئية اللي في الوسط دي 24 سنتيمتر. الاولى اللي احنا اشتغلناها لوحدها 16 دور، مقاسها 10 سنتي. يبقى الجزئية اللي تحت مقاسها 10، الجزئية دي مقاسها 24 سنتيمتر. دلوقتي بقى هنشتغل اخر جزئية وهنشوف دلوقتي هنشتغلها ازاي. اول حاجة باخد منزلقة وبلف في الشغل. شايفين وش الشغل حلو ازاي؟ الغبزة جميلة جدا وشكلها شيك. بعد كده، وده هنسميه اول دور في الجزء النهائي، هاخد غبزة حشو عادية. التاني هدخل واسحب الخيط واخد غبزة حشو. التالت هدخل واسحب الخيط واخد غبزة حشو. يبقى انا هشتغل في كل غبزة غبزة حشو عادية لنهاية الدور ونرجع تاني. انا كده كملت الدور، كل غبزة اخدت فيها غبزة حشو عادية. بعد كده سلسلة وهلف الشغل. شايفين هنا عندي اي غبزة بيبقى لها لفتين، لفة امامية اللي هي دي ولفة خلفية اللي هي دي. احنا هنشتغل في اللفة الخلفية، يبقى هنشتغل شغلنا كله هيبقى في اللفة الخلفية في الدور ده بالشكل ده. وهدخل في اللفة الخلفية وهاخد غبزة حشو. الغبزة اللي بعدها في اللفة الخلفية وهاخد غبزة حشو. في اللفة الخلفية وهاخد غبزة حشو. يبقى أنا بشتغل في اللفة الخلفية بس لنهاية الدور. هيتكون عندي شفة. اللفة الأمامية هنا عملت عندي هنا حافة بالشكل ده، ديت اللي أنا عايزاها. يبقى هنشتغل لنهاية الدور في اللفة الخلفية وهنرجع بعد ما نوصل لنهاية الدور. كده وصلنا لنهاية الدور التاني. احنا اتفقنا ان من اول غبز الحشو العادية دي هنسميها الدور الاول وده الدور التاني. طيب بعد كده سلسلة وهلف الشغل وهشتغل غبز حشو عادية، يعني في تحت اللفتين بالشكل ده. ادخل
بالإبرة تحت اللفتين واسحب الخيط واشتغل جبذة حشو عادية بالشكل ده. كل جبذة فيها جبذة حشو. يبقى الدور اللي تحت هو الوحيد اللي اشتغلته، الدور التاني الوحيد اللي اشتغلته في اللفة الخلفية. بعد كده الأدوار اللي جاية كلها تحت اللفتين. طيب ده بالنسبة لي كده الدور التالت، أنا عايزة أكملهم 9 أدوار، والأدوار اللي جاية كلها تحت اللفتين. تحت اللفتين بنشتغل يعني جبس حشو عادية خالص تحت اللفتين. طيب هنكملهم 9، ده التالت، يبقى هنشتغل الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، وبعد ما نخلص التاسع هنرجع تاني. أنا كده كملتهم 9 أدوار وكمان خدت منزلقة. بعد كده قصيت الخيط. دلوقتي هنشتغل الجيب اللي جوه. أنا كنت سايبة هنا الحافة ديت اللي هي اللفة الأمامية بتاعت الجبزة في أول دور، ديت اللي هنشتغل عليها الجيب الأخير. هنشوف دلوقتي. أول حاجة هعملها هدخل في الجبزة الأولى بالشكل ده وهسحب الخيط بتاعي وهاخد سلسلة، ومن نفس الجبزة هاخد جبزة حشو بالشكل ده. بعد كده الجبزة التانية جبزة حشو، الجبزة التالتة جبزة حشو، الرابعة، لحد ما هخلص الدور كله في اللفة الأمامية اللي احنا كنا سايبينها في أول دور لنهاية الدور، وهنرجع تاني. أنا كده وصلت لنهاية الدور، كل جبزة فيها جبزة حشو. بعد كده سلسلة وهلف في الشغل، وفي كل جبزة بقى هياخد جبزة حشو، جبز عادية خالص في اللفتين بالشكل ده. في كل جبزة هشتغل جبزة حشو لحد ما اوصل لنهاية الدور. وده معايا الدور التاني في الجيب. الدور الاول اللي شغلناه في اللفة الامامية، الدور التاني تحت اللفتين. هنمشي بالنمط ده لحد ما نوصلهم ل16 دور. هنوصل ل16 دور ونقص الخيط ونرجع عشان نشوف هنقفل الشنطة ازاي. كده انا اشتغلت 16 دور في الجهة ديت وقصيت الخيط. كده اجزاء الشنطة كلها اكتملت. جيت هنا لما بتطبقيها كده المفروض هي هتبقى كده. قبل ما نخيط الجناب ركبت الكبسون بتاعها اهو. بتعدي انت عندك 33 غرزة في الدور، عديت من هنا 16 ومن هنا 16 وال17 حطيتها اللي هي في الوسط، بقيت هنا قد هنا. ومن الناحية التانية بنفس الشكل عديت من هنا 16 غبزة ومن هنا 16 غبزة، ورقم 17 هي اللي حطينا فيها الكبسون. دلوقتي هنقفل الجناب دي والناحية التانية زيها والناحية دي والناحية دي بنفس الطريقة. احنا هنقفل مع بعض واحدة وانت هتعرفي تقفلي باقي الجناب مع بعض. هنشوف دلوقتي اول حاجة هنبدأ بيها ايه. اول حاجة قبل ما نقفل الجناب كمان هنعمل هنا فاصل هنا في الجيب هنا عشان يبقى ده جيب وده جيب. هنفصل هنا ده فوق الكبسونة بالظبط هنا. هنشوف دلوقتي. هنا انا جبت خيط وحطيته في ابرة التنظيف زي ما انت شايفة وعملت عقدة في نهاية الخيط. دلوقتي هتيجي هتمسكي كده الجيبين دولت مع بعض وتدخلي بالشكل ده من فوق الكبسون بالظبط كده. بس تسيبي الخيط شوية عشان ندبيب إبرة التنظيف في الآخر بالشكل ده. بعد كده بتدخلي من الغرزة اللي فوقيها وتعدي الناحية التانية
وبتبقى تاني تطلع من الخبز اللي فوقيها على طول بالشكل ده. بعد كده بتبقى تاني اهو في الخبز اللي فوقيها الناحية التانية، بحيث ان انت تعملي فاصل ما بين الجيب الناحية دي والجيب الناحية دي، تبقى تاني كده. ودي اخر غبزة في الجيب الصغير اللي بيبقى بتاع الكبوت اللي قدام. بالشكل ده بعد كده بتعدي وكده يعتبر خلاص خلصنا. بقص الخيط بقى انا كده، قصيت الخيط وكمان نضفته من الداخل شايفه. طيب هنا بقى في فاصل ما بين ده وده. دلوقتي بقى هنقفل جانب، وانت هتقفلي التلات جوانب الباقيين. بتحطي الجوانب على بعضها كده بالشكل ده وتسويها بالظبط بالشكل ده. بعد كده الخيط بتاعك وفي عقدة من النهاية عشان ما يفكش. بعد كده بتدخلي من اي غبزة من الناحية دي وتسيبي طرف الخيط طويل شوية عشان ننظف بيه في الاخر بإبرة التنظيف. بعد كده بتروحي الناحية التانية بتدخلي من الغبزة الاولى والقطعة اللي في الوسط والناحية دي. نرجع تاني من الناحية التانية، يبقى احنا في اتجاه واحد، الخياطة في اتجاه ايه واحد. تدخلي من اول قطعة بالشكل ده وبعدين القطعة اللي في الوسط وبعدين الناحية دي. نرجع تاني تدخلي من هنا وتدخلي هنا، يبقى الخياطة كلها في اتجاه واحد. ندخل من الناحية دي والوسط كمان ما ننساهاش عشان نثبتها. تطلع من الناحية دي بيبقى القفلة عندك شايفة في الجنب بالشكل ده. تدخلي من الغبزة الناحية دي من الوسط من الناحية دي كله في اتجاه واحد. شد الخيط جامد بحيث ان القفل يبقى متين. بعد كده بالشكل ده، بعد كده هيتفضل الجزء ده هنقفله بقى عادي برضو في اتجاه واحد. بالشكل ده بعد ما اخلص الجانب ده هبدأ
اقص الخيط، وكمان انضف الخيط بابره التنظيف، واروح للجوانب الثلاثه بنفس الطريقه في اتجاه واحد. برضو هنقفل الجناب كلها. بالشكل ده شايفين القفلة بتاعت الجانب اهو. هقص الخيط بقى طويل شوية، وبإبرة التنظيف هداري تحت الغرز، وبعدين هنروح للجوانب التانية، الجانب التاني بنفس الطريقة، والجانبين الناحية التانية بنفس الطريقة. وهنرجع عشان نشوف شكل الشنطة النهائي ايه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وده شكل الشنطة النهائي. غرزة جديدة جميلة قوي في الشنط، اتمنى انها تكون واضحة في الكاميرا، بحاول اوضحها. واتمنى الشنطة تكون عجبتك، لو عجبتك اعملي لايك ومشاركة مع الاصدقاء، ولو جديدة معانا اشتركي في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله.